باشون كون تخباركم تشوفوني تاني قاعدة أطبع خلاص اليوم فصاير في خاطري من يومين ثلاثة يوم كذي مكرونة الطيبين مكرونة العدم اليوم زين هدهن وبايب لها البصل الطماط واحمسها بس كذي ياخذ تحميرة باخذ لحم مفروم ما ينقصر هون لحم مفروم عشان بيطلع مويه مرة واحدة عقب كل شي ينحبس يبي الصحن الثاني يعني ساعات ما ادري شلون تحسون كان تبون شي ملوّل قديم يعني يصير خاطركم في شي قديم هذا مخي من شامل يوم من شامل يوم مكرونة قديم اهم شي تطلعون مويه اللحم هاي اهم شي يعني اذا ما طلعتوا مويه ونشف تكون زفره نسويها على ديايه كامله بسم الله ديايه كامله بالعظم يعني هي ما تلول ديايه كامله بالعظم زين تذكرون قبل ايام المكرونه في العيد ميلاد يبونها شي في قنشه يعني ولا ناكل الصوار والله تحسونها لذيذة شي في قنشة يحطون لنا في صواني ومشقشقة دهن متروسة دهن مرة يقول لكم مكرونة طيبين شي تلمع تلمع كله دهن ومو شو نصير خاطري فيه يعني بس يلا دوم صيام وحد صيام كل شي بتشهر كل شي خاطري فيه يعني بعد اسرع شي يستوي فتشوفوا لي حين شوفوا لي حين يطلع موي فلي ما نشف بعد ينشف زيادة شوفوا البنات على وشك انه ينشف كل شيء يعني ما بقى شيء فبايب له شنو بايب له اي مهروس ثوم زين قبيل انا عندي الخلطة اللي سويتها اللي سويناها قبل ويا رمضان ذكران لانها خنينة فاحطها شوي تبرد حبتين لومي دارسين ورق خضار واحمص خفيف اذا شفت يحتاج دهن اوكي بخليه دهن تحسونها كانها مكبوسة كيف يعني مثل بهارات المكبوس في ناس يكبسونها بعد يعني تعلم ماي انا ما احس كباس المكرونه زين اقول لكم في ناس يكبسون المكرونه يعني ما احب كذي بس يعني اذا هو سريع اوكي بس يعني ما احب كذي يعني احس ما ادري شلون يعني ما تصير زعفره المكرونه يعني هي بهارات مخلطه كل شي بزار كركم كل شي لومي اسود كمون كزبر بطريقة شوي حارة اذا شفتها تحتاجها كذا هاي ما شفتها تحتاجها واحمس قلت لكم كركم يجب دارسين شوية هيل اهم شي لومي اسود يعني كان خلون فيها لومي اسود كان صعب تخلي شوي صفار عصرة صفار صفار شي حاملة كان بقول لكم شو بخلي لكم شو بخلي شوفوها بدا يطلع الدهن هاي نعبي هاي مكرونة مال الاول لا دهن زدت بعد كوب موي عطيته لين شفت الدهن شوي طلع شربته في الاولو استوي ولا لا حطيت بقدونس انا بعد يبي له لان اشوف الاولو انا فحته ثلاث ارباع عشان ما ينهري بس احسه بعد يبي له